إنا لله وإنا إليه راجعون. انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الداعية عبد القادر زيتوني، وذلك بعد أن قام حساب من الحسابات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بإضافة منشور من خلال وفاة الداعية الشيخ عبد القادر زيتوني، وهو إمام مسجد مبارك الميلي في دولة الجزائر في الجزائر العاصمة. وأما عن سبب الوفاة، وفاة الداعية بعد صراع طويل مع المرض الذي قد أجلسه بالفراش منذ مدة طويلة. كان هذا الخبر حزين جدا على قلوب متابعيه ومن يحبه، فهو يقوم بإلقاء العديد من المحاضرات والحلقات الدينية التي تخص الدين، وتوفي في أحد المستشفيات الموجودة في دولة الجزائر، وذلك بعد صراع مع المرض الذي أصيب به. إن لله وإنا إليه راجعون، سائلين الله له الرحمة والمغفرة وأن يرزق أهله وزويه الصبر والسلوان. أعزائي المتابعين، وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.